مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه دارلينجز. الفيلم بيبدأ ببنت جميلة اسمها بادرو، بتكون مستنية حبيبها وبيتأخر عليها فبتزعل منه جدا، لكنه بيصالحها وبيقول لها انه لقى وظيفة حكومية خلاص وقريب هيتجوزها، فبتفرح بادرو وبتسامحه، وفعلا بتتجوز حمزة. وفي أول سنين جوازهم بيكون جوزها مدمن على الكحول، وهي ما بتكونش شاطرة في المطبخ وأكلها مش بيعجبه، وفي يوم بيتعصب بسبب ده وبيضربها. تاني يوم بيحاول يصالحها، وهي عشان بتحبه بتعدي الموضوع وبتطلب منه يقابل مطور البناء المسؤول عن الحي بتاعهم، وبيوافق وبعدها بيروح شغله. بعد كده بتروح بدرو لوالدتها وبتعرف ان جوزها ضربها، وبتقعد تعلمها تطبخ علشان ما تزعلهوش منها تاني، وكمان بتقول لها انه لازم يبطل كحول عشان ده اللي بيخليه يتعامل معاها بالوحشية دي. وهنا بتيجي فكرة لبادرو. بعدها بنشوف والدتها وهي بتشتري خلاط من جارهم زولفي، وبتستغل اعجابه ببنتها وبتاخد منه الخلاط بسعر رخيص. بتنزل بادرو والدتها عشان تنفذ الخطة اللي جات لها، وبتروح والدتها تشتري الاكل، وبتروح بادرو الصيدلية وبتشتري برشام بيوقف ادمان الكحول، وده عشان تحطه لجوزها في الاكل وبكده يبطل شرب خمرة تاني. بيرجع حمزة من شغله وبيقابل صحابه، وبيكون منهم شخص شغال في الصيدلية، وبيقول له ان مراته اشترت له دواء عشان يبطل شرب كحول. ولما بيرجع البيت بتبقى مجهزة بادرو الاكل، وبيدخل المطبخ وبيطلب منها تاكل معاه، لكنها بترفض وبتقول له انها مش جعانة. وهنا بيعرف انها حطت له البرشام في الاكل فعلا، وكالعادة بيضربها، وبيرجع بعدها يحاول يصالحها لكنها بتصده وبينامه. تاني يوم بتصحى وبتسألها امها عملت ايه، فبتحكي لها اللي حصل وبتقول لها امها تحاول تقتله عشان تخلص منه، لانه واضح كده مفيش حل تاني وهيفضل يضربها كل يوم. بس طبعا ما بتهتمش بكلامها، وبيجي لها فكرة تانية خالص. بتروح للكوافير وبتشتري فستان جديد، وبتتشيك عشان تستنى جوزها يرجع من الشغل. ولما الباب بيخبط بتبقى مبسوطة، لكنها بتتفاجئ انه جارها وان مطور البناء وصل ولازم جوزها ينزل عشان يتكلم معاه، لكنه بيكون في الشغل فبتضطر تغير هدومها وتنزل هي بداله. بيتكلم المطور مع سكان الحي وبيوافقوا على كلامه، ومش بيكون ناقص غير موافقة بادرو، لكنها بتقول انها هتتكلم مع جوزها وهو يكرر. وفي الوقت ده بيوصل حمزة وبتقلق جدا انها نزلت من غير ما تقوله، ولما بيرجعوا البيت بيقول لها انه عرفها انه هيتكلم معاه فما كانش مفروض تنزل. فجأة بيشوف الجزمة الجديدة اللي هي اشترتها وبيفتكر انها جايباها عشان تخرج وتنبسط. بتحاول بادرو تقنعه بالعكس لكنه ما بيصدقهاش، وبيضربها وبيعورها في ايديها. وكالعادة بيصحى تاني يوم وبيحاول يصالحها، لكنها بتكون جابت اخرها منه وبترفض تتصالح وبتسيبه وبتدخل اوضتها. ولما بيمشي بتدخل المطبخ وبتكون متعصبة جدا وبتكسر الاطباق، فبيدخل عليها زولفي وبيقول لها ان والدتها عايزاها، وكمان بيشوف ايديها المتعورة وبيبان انه مهتم بيها، وهي بتطلب منه يخرج فبيمشي. ولما بتروح لوالدتها بتقول لها ان نفسها الرجاله كلها تموت، وبتقول لها كمان انها بتفكر تموت جوزها بجد. وهنا بيتصل بيهم ظابط وبيقول لهم انه عاوزهم في القسم، فبيخافوا ان ممكن حد يكون سمعهم وبلغ عنهم. بيروحوا القسم وبيكتشفوا ان زولفي بلغ عن جوزها عشان بيضربها، وطبعا ما بيصدقوا وبيقولوا ان كلامه صح، فبيستدعيه الظابط وبيقول لها انها تقدر تسجنه 3 سنين بسبب اعتدائه عليها، وهي بتوافق. ولما بياخدوه للحبس بتقول للظابط انها عاوزه تودعه قبل ما يتحبس، وبتروح بدرو عشان تودعه بتلاقيه حزين وبيقول لها انه موافق يتحبس وعلى الاقل هيخرج من السجن وهو مبطل الكحول، وبيقول لها كمان انه اسف على كل اللي حصل وهيبدا يتغير. فبيصعب عليها جدا وبتضعف قدامه، وبتقول له وعدني انك هتتغير وبيوعدها، فبترجع للظابط وبتلغي المحضر، وامها بتستغرب تصرفها بس بتصمم. بتخرج والدتها وراها وبتحاول تقنعها انه مش هيتغير، وهنا بادرو بتقول لها ان حمزه مش زي ابوها وان والدها ما كانش بيحب امها على عكس هي وحمزه، فبتتصدم والدتها من كلامها وبتتضايق. وبيجي حمزه وبياخدهم عشان يروحوا، وفي الطريق بيسأل حمزة عن الشخص اللي بلغ عنه وبيكون فاكر انها والدتها، بس بادرو بتقوله مش هي. بتتعصب عليه والدتها وبتقوله ان الراجل اللي بيضرب ست بيكون شخص جبان، فبيضربها. والدتها بتتصدم وبتنزل من العربية، وبتروح بادرو تكلمها لكنها ما بتكونش عايزة تسمعها، وبتقول لها انها لازم تختار يا اما هي يا اما جوزها. بتفضل بادرو محتارة مش عارفة تعمل ايه، بتمشي والدتها وبتكون خلاص عرفت الاجابة، وبتحاول بادرو بعد كده تصالحها لكنها بتفضل زعلانة منها. وبعد شهر بيكون حمزة في شغله، وفجأة بيشتكي من وجع في بطنه، ولما بيروح المستشفى بيعرف ان الكحول أثر عليه ولو ما بطلش يشرب هيموت. بيرجع البيت وبيلاقي مراته عامله له مفاجأة، ولما بيسألها بيعرف انها حامل، فبيفرح جدا وبيقول لها انه هيتغير من اليوم ده ومش هيشرب خمرة تاني خالص، وبتكون بادرو في منتهى السعادة طبعا. تاني يوم بتكون والدتها في البيت مع زولفي وبيساعدها في شغلها، وبتدخل بادرو وبتقول لأمها انها حامل، فبتفرح بيها جدا وبتنسى زعلهم. بيفرح زولفي بسعادتهم، وبيجي حمزة وبيعتذر لوالدتها، وفعلا بيبدأ يتغير وبيهتم بزوجته.
وكمان بيمتنع عن الشرب تاني. وفي يوم بيعرف حمزة إن زلفي هو اللي بلغ عنه لما كان بيضرب براته، وبيعرف كمان إنها كانت عارفة ومخبية عليه. بيتصل بها زلفي عشان يعرفها إن حمزة اكتشف. بعدها بيوصل حمزة وبيشوف تليفونها وبيعرف إنه كلمها فبيشك فيها، وهي بتبقى خايفة وقفل على نفسها الباب. ولما بتحاول تفهمه إنه فاهم غلط بيمسكها وبيضربها، وبيسألها الطفل ده يبقى ابنه ولا لا، فبتستغرب جدا وبتقول له إنه ظالمها. ولما بتدافع عن نفسها بيطردها من البيت وبتقع على السلم. تاني يوم بتصحى في المستشفى وبتعرف إن الطفل مات بسبب الوقعة، وبتبقى في غاية الحزن. ولما بتشوف الشباك بتفكر تنتحر، لكن بتتراجع في آخر لحظة. بتروح للدكتورة وبتطلب منها منوم وبتاخده وبتمشي. بترجع بدر البيت وبتكون مقررة تنتقم من جوزها، ولما بتحط له منوم في الأكل بتربطه عشان تبدأ تعذبه زي ما كان بيعذبها، وبتساعدها في ده والدتها وزلفي. بتعدي الأيام وبيفضلوا رابطينه لحد ما بيجي يوم وبتلبس بدر الفستان اللي كانت جايبه عشانه، وبتروح له عشان تخليه يمضي على ورق مطور البناء اللي كان رافض يمضي عليه، وبتهدده إنه لو ما عملش كده هتضربه بنفس الطريقة اللي ضربها بيها، وبتتعصب عليه وبتقول له إنها كانت حامل في بنت زي ما كان بيتمنى، وبتعيط وبتكسر الكوباية من عصبيتها. في نفس الوقت بيكون مديره في الشغل قلقان عليه، فبيتصل بيه وبترد عليه بدر وبتقول له إنه سافر عشان والده توفى ونسى التليفون. في الوقت ده قدر حمزة ياخد إزازة مكسورة من الكوباية ويخبيها. تاني يوم بيستغل إن بدر مشغولة وبيقطع الحبل وبيحرر نفسه، ولما بيهجم عليها بتنقذها والدتها في آخر لحظة وبيربطه تاني. بيفكروا هيعملوا معاه ايه، وبتحاول تقنعها والدتها يقتلوه، بس طبعا بدر بترفض الفكره. وبعد اليوم ده بنلاقيها قاعده معاه وبيحاول يستعطفها عشان تفكه، لكنها مش بتصدقه، فبيبدا يهددها انه هيموت نفسه لو ما فكتهوش. وهنا بتوصل والدتها وبتقول له اقتل نفسك احسن، وبتقول لبنتها انه جبان وبيمثل عليها، وفعلا بيطلع بيمثل. في نفس الوقت بيجي مديره عشان يسال عليه بعد ما عرف ان والده متوفي من سنين واكيد في حاجه غلط، فبسرعة بتحقنه بدر بمخدر وبيفقد الوعي. ولما بيدخل المدير وبيقول لهم انهم كذبوا عليه، بيقولوا له ان حمزة هو اللي طلب منهم يعملوا كده لانه سكران ومش قادر يروح الشغل، وبيقدروا يمثلوا عليه وبيصدقهم. على الجانب التاني بيكون البوليس شاكك في اختفاء حمزة، ولما بيعرفوا كده بيروحوا هما للبوليس وبيقولوا انه غايب بقاله فترة وقلقانين عليه، بس اقوالهم بتبقى مختلفة عن بعض. وهنا بيشك الضابط فيهم وبيقرر يروح يفتش شقتهم. في الوقت ده بيكون زلفي مع حمزة في البيت وبيكون فقد وعيه شوية، وبيكلم زلفي وبيقنعه يفكه وانه هيسافر بعيد ومش هيرجع تاني خالص، فبيصدقه زلفي وبيسيبه يمشي. ولما البوليس بيوصل بيلاقي الشقة فاضية، بس برضه بيفضل شاكك فيهم وبيقول لزلفي انه عارف ان الحب عماء وعشان كده خلاه يخطف حمزة، بس بيتفاجئوا كلهم لما زلفي بيقول انه فعلا بيحبها، بس مش بيحب بدرو، بيحب والدتها، وبتبقى صدمة ليهم كلهم، بس فعلا بيكون صادق جدا في مشاعره. بيقتنع الضابط بكلامه وبيجي له مكالمة ان حمزة في القسم، فبياخدهم معاه وبيمشي. وهناك بيكون حمزة تحت تأثير المخدر وما بيقدرش يقول جملة مفهومة، فبتستغل بدر ده وبتكمل تمثيل على الضابط انه سكران، وبتاخد جوزها وبتمشي. وفي الطريق بياخد باله ان زلفي بيحب والدتها فعلا، بتقول له بدر انه كان ظالمها فبيصدقها. ولما بيوصلوا البيت بيعرفوا انه كان كذاب لما قال انه هيسافر ومش هيرجع، فبيقرروا انهم لازم يقتلوه عشان يتخلصوا منه. بيشربوا خمره غصب عنه عشان يبان انه كان سكران ووقع من البلكونه، ولما بييجوا يرموه بيحاول يقنعهم انه هيسافر والمره دي بجد، فبتصدقوا بدرو، بس بتقول له انها هتصوره وهو بيقول الكلام ده عشان تضمن انه مش هيأذيها تاني، وبيوافق. ولما بيصوروه بيقوم عشان يمشي، وبنتفاجئ ان والدتها بتخبطه على راسه، وبيكون ده جزء من الخطه الكبيره وانهم ناويين يقتلوه فعلا. بياخدوه عند السكه الحديد وبيربطوه وبيستنوا القطر يجي عشان يخبطوا ويخلصوا منه. ولما القطر بيقرب بتخاف بدر جدا وما بتبقاش عاوزه تبقى شريره زيه، وبسرعه بتلحقه وبتنقذه على اخر لحظه، فبيشكرها وبيقول لها انه اسف وطلب تديله كمان فرصه، بس هي بترفض وبتقول له انا سبتك تعيش بس انت هتسافر، ومن النهارده مالكش دعوه بيا. فبيتعصب من كلامها ومش بيكون حاسس بنفسه، فجاه بيظهر قطر تاني وبيخبطه، وبكده يكون حصل اللي هم عايزينه من غير ما يحسوا بالذنب. ولما بيحقق البوليس في القضيه بيقول انها قضيه انتحار، وفي النهاية بتعيش بدر ووالدتها وزلفي مع بعض في سلام. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.